طبعا يا جماعه احنا دلوقتي في دايموند بيتش، رايحين دلوقتي على ايه؟ تري هاوس. في على مين؟ في على والله مينا. لازم طبعا ننزل ونطلع. تعالوا يا جماعه شوفوا المنظر الجامد ده. اتفضلوا يا فندم. واو، يا ما شاء الله، منظر حكاية. صباح الفل عليكم يا جماعة من كيلينغتون بيتش، صح كده؟ صح يا حبيبي. اتفرجوا على المنظر بجد، مش عارفة ليه بس شكلنا هننزل سلالم كتيرة قوي. طبعا يلا بينا. يلا روحي كده، في قردين هناك سلمي عليهم. روحي روحي ما تخافيش، روحي سلمي على القرود دي ما تخافيش. لا انا خايفة. ليه؟ اه هم جايين، هم جايين. اه ده بيفلي الواد، عمال يفليه. يلا انزل انزل. طريق ماله؟ طريق خطر. اه بصوا الناس تحت ازاي. يا لهوي يا جدعان، يلا بينا. يلا ايه الزخمة ده؟ اعملي بيب بيب. يا شام يا رايك صعب. يا سلام، هو ده كده تمام. انا شوفي انت ارجع ازاي. اتفضل. اوبا بصي. يلا ربيتك. ايه ربيتك خالص. طب انا هنزل ازاي بقى؟ يعني هو ده طريق. يلا عشان وريني تتيجي ازاي. يلا عشان الحمد لله يا جماعه، بعد عناء كبير قوي وصلنا الحمد لله البحر. بص احنا كنا فين؟ بقينا فين؟ Woo!
يلا يا هشام، يلا يا حبيبي. حاليا احنا في طريقنا للسلوك. طبعا الطريق كله كده صعب قوي. يا هشام انت فين؟ تعال يا بابا. يا هشام عايز اقول ايه؟ عايز اقول الحمد لله الصبح. الحمد لله. طب يا جماعة احنا حاليا في كاكتوس كلوب وصباح الفل. تاني وجبة معانا النهاردة يا جماعة. نبدأ بالسناكس الأول، سويت بوتيتو. ايه رأيك؟ حلو؟ ايوه هو ده يعني راوند 2. قولي يا رايك. يا الألف هانم.